مني اكتب تقارير في زملائي وزميلاتي. طبعا رفضت، صوتي عالي، كنت مشحون بالثوره وبالاصاله والقيم النبيله، لكن اللي كان بيكلمني شخص لا يقاوم. حسب المساله بكم كلمه قالهم، قال لي اللي معانا دايما كسبان واللي ضدنا خسران. احنا لما بنخدم بنخدم بجد، ولما بنأذي بنأذي بجد. خلينا نخدمك بدل ما نأذيك، معانا طريقك مفيش فيه مطبات صناعيه. وادي النتيجه، كوابيس ورا كوابيس.